السلام عليكم، اهلا وسهلا البنات. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ وليت كندير زيف لتحت، عاده كندير زيف من الفوق حيت كندير الدول شعري، الدول اللي قلت لكم، الزويوت اللي قلت لكم. كندير يومين، كنغسل يومين وندير، نغسل يومين وندير. ملي كنغسل شعري مثلا كندير الزيت، كنخلي واحد ساعتين ولا ثلاثه تسويع. بعض المرات كنعجز كنبات بيها. مهم كندير واحد الدره، كيف ما دايره دابا انايا، كيف ما دايره كندير واحد الدره وصافي. وكنبات بيها. ملي كنبات بيها الغد ليه كنغسل شعري بشامبوان، هذاك ديال دعاء كوزميتيك اللي قلت لكم. دابا هذاك الشامبو ما تيخليش ليا شعري فيه الفرتيت، عرفتي راه بحال التراب. واش عندكم هاد المشكله ولا انا عندي شي مشكل؟ ملي كنغسل بشامبوان واحد اخر بحال التراب تينزل ليا هكاك من راسي، ولكن هاد الشامبوان ديال دعاء ما كاينش داك التراب نهائيا. شعري كندير بحال هكا ما تيهبط والو، نقي. حول اكرام كانت كتقول لهم راه كينقي الشعر مزيان اللي تغسلي بيه، غير هو خليه 5 دقائق. بالنسبة للبنات اللي خداو، خليه 5 دقائق وبقيت تديري بحال هكا لمدة 5 دقائق صافي وغسلي. ومن بعد أنا تندير السيروم وأنا غادا على هكا. والحمد لله شعري مفرحني هاد الساعة، متيطيحش ما تا شي حاجة، خليته إن شاء الله. إن شاء الله دوز واحد المدة عاد غادي نوريكم النتيجة ديالو مزيان، ولكن دابا حاليا أنا فرحانة به. إوا صافي، هادشي اللي كاين البنات. عرفتوا هاد الزيف هذا خديته لماما، حطيته امام الامر الواقع. مع كان عندي واحد في البيض، هو هذا نيس ديال ليكرا، كان عندي واحد في البيض وقلت لها خديه، قالت لي واخا الله يرضي عليك، وهزيت لها هذا ديالها. درت ديك الدخله ديال الصحه وصافي، هزيت لها هذا ديالها خديته. بالنسبه للبنات اللي تقداوهم من عندي، هما عارفين كيفاش دايرين هاد الزيوف هادو ديال ليكرا. رجعت باش نتقداهم ما لقيتهمش للاسف، واخا راهم غاليين البنات. انا اصلا انا فاش كنت كناخذهم خديتهم ب 150 درهم الواحد، من بلاصه الجمله. ايوا صافي، غادي نخرج نتقدى شي حاجه. اصلا يلاه جيت وغادي نخرج دابا باش نتقدى شي حاجه. هاد الجلابه هادي وعام هادي وهي محطوطه، يلاه جات نوبتها باش نلبسها حتى سالا خرج الصيف. كتعجبني، كتجيني زوينه وصافي. هاد الشيء اللي كاين. المهم البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ انا عا كنجي نقداوي نسرسر، راه كنطلع لكم الدم. صبروا معنا ما تعيروناش. المهم البنات، هنا غادي ندوي نقول البنات هكا اللي محمات اللي باغين اللي كيتشهاو داكشي. شحال من خطره كنحط شي وصفه ولا كنحط شي حاجه، خصوصا الدجاج المحمر، اللحم بالبرقوق. كنبقى نقول المحمات يسمحوا لي، وفعلا والله الا كيبقى فيا الحال، حيت انا دايره قناتي تفرجوا فيا الناس، دوك الناس من بينهم الناس اللي عيالات اللي كيتوحموا، فكيبقى فيا الحال. وحتى نحس براسي بحال تندي الذنوب، والله انا هكا عقلي تيقول لي. ومي تجيني واحد الفكره، قاسه مع راسي يجيني واحد الفكره، قلت اجي اش غندير، غادي نختار واحد 10 ديال المحمات من البنات اللي كيتفرجوا فيا. بنات المحمات، عندك شي وحده ما تكونش كتوحم وديروا التقليد يبقى عليها؟ لحقاش الا انتي درتي راسك كتوحمي تحرمي على وحده اخرى مسكينه كتوحم بصح. شوف هكا شي حاجه تعجبها في اليوتيوب وها. المهم قلت اش غادي ندير، غادي نوض الى لا ندير الدجاج المحمر، غندير واحد غنختار 10 المحمات، كل محمه غنصاوب لها دجاجه، غنصاوب 10 دجاجات وغادي ليفريهم لك في البلاصه اللي انتي فيها. وسمحوا لي البنات ديال المغرب، سمحوا لي، كون كان شي حد لي ليفري لكم في مدينه اخرى والله تنديرها، ولكن هاد الساعه انا هذا هو الاستطاعه ديالي. بنات ديال كازا بعدا اللي حدايا، واخا تكوني فين ما كنتي، مهم في كازا نصيفط لك عزيز خويا يدي لك الدجاجه ديالك محمره بدغميرتها. شتي العراس، العراس اللي تتسناو العراس فين تيجيو باش تاكلوا ديك الدجاجه. المهم انت تضخ يا ربي يدير معايا مزيان وما يترضخش مره اخرى. المهم شتي الدغميره اللي تتبغي تاكليها بكبدتها بصيلتها معسله بحال هكاك، بحال هكاك المذاق هو خو. انا غادي نصوبها وغادي ديما كنبارطاجي مع البنات الدجاج محمر، غادي نصوبها وغادي نصوب الخبز، وغادي كل وحده باش ماشي مسكينه محمد تبقى تقلب على الخبز فين جا ولا هذا، غنصوب لها خبيزه ديال الدار ديال الزرع مع دجاجه محمره لحقها وطريقها.
بالسميتو يا ربي بالدغميره ديالها في البواطه ديالها بالبواطه ديالها بكل شيء ليها. نعطي لخويا عزيز يصيفط اي في اي بلاصه في كازا. بالنسبه للبنات اللي خارج الدار البيضاء غتسمحوا لي بزاف عفاكم سمحوا لي الله يعطيكم السر، الشهر الاخر حتى نتوما غندير لكم واحد الحاجه ولكن ماشي طياب، حيت الطياب في الطريق ما غيبقاش زوين فهمتوني. غادي ندير لكم حيت دابا الصهد حتى واخا الا صيفط لك دجاجه محمره ما غتوصلك توصلك حامضه. غادي ندير لكم واحد المفاجاه اخرى عاوتاني، غنعزل 10 ديال البنات في المغرب كامل وان شاء الله توصلك داكشي ديالك حتى لعندك صافي، يكونوا ما تكونوا على خاطركم ان شاء الله، عام يبقاش فيكم حام باش شي واحد يتقلق عليا. غادي دوزي عندي الانستغرام، شوفي ما ديري لي لا ابوني لو مابغاش ابوني، دوزي عندي الخاص واي وحده محمه في الانستغرام البنات في الانستغرام، دوز عندي الانستغرام وتكتب لي صالحه انا غادي نعزل 10 البنات 10 البنات غتقول لي صالحه انا غادي ناخذ الرقم ديالك غتكتبيه لي ناخذ الرقم ديالك ما تعرفي دجاجتك توصلك فين ما كنتي صافي البنات. يلا غادي نجمع بعدا 10 البنات ان شاء الله وغادي نبدا نطيب لهم هذا ابتداء من اليوم. سيري عندي الانستغرام، شوفوا البنات راه ماشي باغا نديرها على حساب الانستغرام وعلى حساب حتى شي حاجه نهائيا، غادي تمشي عندي علاش انستغرام حيت واحد البلاصه اللي بريفي كتجي عندي البريفي وكتلقى الميساج ديالك صافي البنات هادشي اللي كاين. يلا غادي نمشي نتقدى نشوف شي حاجه لا خاصني، ما كايناش ماما واسماء وحاتم مشاو خرجوا مشاو عند الهام وقالت لي ماما بغيت شي شويه ندي اسماء شي شويه ديك جهه الحمام يدوروا شويه وتفجوا. قلت لها صافي سيرون غادي نصور فيديو وما فيا ما يخرج اصلا، غنخرج دابا نتقدى شي حاجه وندخل عاوتاني للكوزينه. يا اختي يا اختي يا اختي والبنات واش نتوما ما تتبعوني على دخلت الكوزينه، ما تتبعوني في خرجه، ما تتبعوني في عراضه، لا عراضه كتعجب الناس، ما تتبعوني يا اختي في قهيوه، ما تتبعوني تبعوني عا في الكوزينه. والحمد لله بعدا اللي لقيت شي حاجه يتبعوني على الناس، كاين اللي ما لقاش والله يسهل على كل واحد. يلا البنات كترش عليكم الهضره فيا تلاقاو في الكوزينه ان شاء الله. البنات غير نوريكم انا راه جيت جبت شي حاجه كانت خاصاني وجيت، ها نتوما البنات شوفوا هاد الاله هي اللي كتحكمي فيها، كتجي كديري لها بحال هكا شوفوا الطريقه ملي شوفوا البنات ملي كتحبس كتعاودوا تحيدوها وتعاودوا تضغطوا عليها غير شويه وكتبقاو حتى كتكمل حتى كتولي هذه رقيقه فهمتوني. شوفوا البنات النتيجه اللي كتعطي، عمرك غتقطعي البطاطا وغتجيك البطاطا بحال هكا بهذا الرق هذا، ها نتوما شوفوا شوفوا البنات شفتوا. دابا انا بقات لي بطاطا وحده ولكن بلاتي حتى نكمل هذه شفتوها، نحاول باش هكا ما نضغطش عليها بزاف. ايه درتها براسكم البنات، انا براسي باقا كنتفتف فيها شفتو، مهم كاع هذه الا برزطاتك انت شوفوا لنا كاع تقبتها، كتحاولي غير بالسكين صافي. نكمل هذه ونرجع معاكم. دابا البنات ما تديوش على هذا الكاغيط، هذا هو الاستعمال الثاني ماشي كنلوحو فهمتوني، يعني تخدموا به مره وجوج وثلاثه عاد لوحوه. غادي ناخذ الموتزاريلا وغادي نسرحها في الطاوه، هذه واحد الاكله اللي كتجي بنينه بزاف وخفيفه ظريفه وشهيه بالنسبه للناس هكا اللي يعني عزيز عليهم ياكلوا الشهيوات. كنحاول ندير واحد المستطيل غادي ندير فيه الموتزاريلا، الموتزاريلا البنات راه موجوده راها ما غاليهش بزاف راه موجوده، و الا ما كانش الموتزاريلا راه كتلقاو في كتلقاوها موجوده محكوكه مقاده ما غاليهش. ها نتوما البنات شوفوا غادي نبدا ناخذ بحال هكا نسرحهم شي على شي. شوفوا علاش كنقول لكم هذيك الموندولين زوينه كتعطيك افكار،
والله الا هي تتعطيك افكار اشنو ديري. غادي نبقى هكا غاده كنستف وحده على وحده، راه جوج بطاطات كاع يقدونا، درت ثلاثه جوج بطاطات يفوتوا كل هيك. شعلت الفران باش يسخن على درجه حراره 200، سخن مزيان. غندخل هذا الشيء طيب، شو غادي نبقى هكا غادي مكمله. بالنسبه للبنات اللي ولادهم كيبغيو الشهيوات، الا ما كانوا الشهيوات ما ياكلوش ليهم، كتدخلي فيها الخضر اللي بغيتي هي. راه الا بغيتي ديري فيها الكفته وداك الشيء، ولكن انا عندي كل شيء، ما عنديش الكفته. وانا انا تقديت باش ملي نطيب نستخدم داك الشيء اللي عندي في الكوزينه، ما نمشيش نشري حاجه اخرى. راه هذا الشيء علاش الواحد كيتقدى، باش يحافظ على جيبه ويقتصد، فهمتوني؟ غادي نبقى مستمره بحال هكا. هاد الشيء راه هاد الحباس ديال البطاطا راه رقاق، راه دغيا يدخلهم طيب ويتقرملوا كاع. رجعتني هي هذيك، جاوني ثلاثه البطاطات وهما هادو. كنت حاب راسي انا قويت شحال شاط ليا، ما شاطش ليا بزاف. غنحاول ندخلهم، خلي هادي ماشي مشكل. شفتوا، حاول ندخل هادو وندخل داكشي يطيب في الفران يتحمر. ما نلقى شي هادي ندخل وسط منها تنكمل بعدا هاد الشيء اللي بقى لي. صافي بقاو لي هادو، ما عندي فين نديرهم. صافي دابا البنات غندخلهم الفران يتحمروا، غادي ندوز معاكم نوريكم اش غندير. صراحه البنات والله الا كرام من عند الله، هاد الماندولين زعما اللي اختارع، الله يرحم ليه الوالدين. شفتوا البصله، كون بقيت معاك راه دموعي يتشتوا. وهنا البنات في مقيله درت واحد شويه ديال الزيت البلديه، نتوما عارفين انا كيعجبني نطيب بالزيت البلديه، حكيت عليها واحد جوج دريسات صغار ديال الثومه. ان شاء الله غادي ندير معكم لاباط ديال الثومه اللي كتبقى لك في الثلاجه وكتبقى زوينه وما كتخسرش. تقدري ديريها في الكونجيلاتور اولا في الثلاجه، ومن الاحسن كاع تبقى في الثلاجه، ما كتخسر ما حتى شي حاجه. المهم هنا نكملوا الوصفه ديالنا. خديت المقله درت فيها الزويته والثومه، وغادي نخليها شي شويه تشحر باش تطلق ديك النسمه ديال الثومه في الزيت. وغادي هنا وريتكم الكروفيت، هاد الكروفيت هذا البنات راه هاد الشيء اللي بقى ليا من هذاك الكروفيت اللي كان عندي في الفريغو، وحيت انا ما كيعجبنيش يبقى عندي بزاف الحوت في الفريغو. صافي قلت غنجبدو، راه كنت غندير عطون، ولكن شويه قلت صافي خلي هذاك الكروفيت غنجبدو نحيدو ما يبقاش يدور ليا تم، خصوصا انني عندي واحد لا كوموند ان شاء الله ديال بساطل ديال الحوت. غادي نبغي نجيب الحوت يكون جديد كاع من نستعمل هذاك اللي بقى ليا ديال الكروفيت. صافي داكشي علاش انا قلت خليني غادي نديرو فهاد الوصفه، منها نبارطاجيها معكم ومنها ناكلو حتى نستمتع به، فهمتوني؟ المهم كديري تزيدي عليهم البصله حتى كتشحر، وتزيدي الفلافل الا عندك القرعه الخضراء حتى هي قرديها ومتيدي صغيره، اولا لا عندك ديك الماندولين خدمي بها ما عندكش، صافي ديري عب الموس وشحري وزيدي عليها القزبر والمعدنوس حتى تشحر هاد الخضره تشحر مزيان. شفتوا البنات راه مزيانه حتى الوليدات الصغار دخلوا ليهم الخضر في هاد الوصفه هادي، وغتعجبهم بزاف بزاف. الا الا كاين لي زيبينار موجود ديريه، الا عندك الكفته ديال البقري اولا الكفته ديال الدجاج ديريها، الا بغيتي شي حاجه اقتصاديه كاع وهذا ديري الكفته ديال لا داند، غير عطري عليها راه تجي زوينه. صافي هنا بالنسبه العطريه درت شويه الملحه، شويه ديال السود فلفله سودانيه اولا البزار واحد فيهم، شويه ديال الكمون كيجي خطير المذاق ديالو في هذه الاكله، وهادو الاعشاب اللي كنت قديتهم من عند مريم صراحه واعرين، وانا كنوظفهم في اي اكله لان تيجي واعرين خصوصا الوصفات اللي كيدخلوا للفران. صافي هنايا كان عليا انا هاد الكروفيت نجبدو قبل لي ديكونجلا، ولكن ماشي مشكل، انا اصلا ما كنتش عارفه راسي راه غادي نديرو، ولكن نقص عليه العافيه مزيان وخليته تطلق. صافي وشحرتو، راه الحشوه جات بنينه بزاف، جات واعره. صافي هنا جبدت هذيك البطاطا، شفتو البلاصه اللي كنت رشيت الفرماج تحمرات، لان بطبيعه الحال الفرماج كيتحمر
الا درناه هكا في الفران. وغادي نعاود ندير واحد الرشيشه ديال الموتزاريلا. الا عندك اي فرماج ديري كيف ما قلت لكم اي فرماج ديري، الفرماج موجود والفرماج رخيص والموتزاريلا رخيصه. هذيك الموتزاريلا اللي كنشريت راه هي اللي خدمت بها النهار اللي وريتكم درت معكم بطبوط معمر بالفرماج، راه ها هي باقا تسمع فيكم، راه باقي من الخير والبركه. صافي هنا كندير ديك الحشوه نستفها. شوفوا البنات كيف ما قلت لكم كتشدي لي زيبينار تشحريهم حتى هما بشويه الملحه وشويه ديال البزار، تشحريهم تديهم وتجيبيهم وتزيديهم كطبقه ثانيه فوق هاد الحشوه. ما عندكش اكتفي باي حشوه عندك، مهم يكونوا داخلين في هذوك الخضر اللي ما تيبغيهمش ولدك ولا بنتك باش تغمقي عليه وياكلها، فهمتوني؟ صافي هنا غادي نعاود نزيد واحد الطبقه اخرى ديال الفرماج، مش هكا تيجي بنين صراحه، تيجي بنين بالفرماج، هاد الاكلات تجي بنينه. ايوا صافي وغادي نقلب الطاوه كيف ما كتشوفوا. غير هي واحد الحاجه البنات، انا مع استخدمت هاد الورق ديال الزبده ومع استهلكت ديك الزبده اللي فيه جوج مرات وانا كنستخدم فيه، بحال شي شويه لصقت ليا لصق ليا الفرماج فيه، ولكن استدركت الموقف. نتوما البنات خذوا الورق ديال الزبده اللي يكون من اول استعمال، استعملوه من اول مره، غادي ان شاء الله يصدق ليكم. شوفوا يديا كي كيبانوا زعما راني يلاه مشيت ضربت عليهم بواحد الفركه في الصالون وقاديتهم ما قلتوش ليا بالصحه. المهم صافي وكنبقى نرولي فيهم عاب شويه بشويه بالعقل وبشويه، فهمتوني؟ تقدري انا دابا درت بيديا، جيبي انت واحد المعلقه وبداي تقادي فيها عاب المعلقه، رجعي داك الفرماج لبلاصتو، فهمتيني؟ ها نتوما انا راه ما درتش السرعه الفيديو باش تشوفي العرض البطيء وتشوفي داكشي كيف ما هو، راه غير معلقه قادي ورجعي داكشي في بلاصتو وصافي. الفران البنات هو يكون سخون، خدميه غير من الفوق باش تحمر ديك الجهه الفوقانيه وصافي وجبديها. ودابا غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله الشكل النهائي. شفتوا البنات راه كتجي واعره واعره وكتجي بنينه، راه تاكليها انا غناكلها عبد الفرشه، تاكليها بلا خبز تبقاي تاكلي بها هكا وشليضه معاها والصلاه على النبي. وكيف ما قلت لكم البنات راه الوليدات غيحماقوا عليا. شوفوا انا انا فاشله في الهزان ديال شي حاجه، انا فاشله ما عنديش مع الهزان ديال الحاجه، كنبغي نزرب دغيا. ما عرفت كي كيديروا دوك اللي كيبقاو يهزوا الحاجه والفرماج كيبان هكا كيتلصق. المهم شفتوا انا ذقتها قدامكم بحال نتوما اللي ذقتوها، دقت انا بحال نتوما اللي دقتوها، راه جات بنينه، راه جات بنينه بنينه. ايوا هادشي اللي كاين البنات وها نتوما معايا البنات. انا غادي نجلس ناكل، عرفتوا غادي نقعد. شوفوا حالتي كي دايره يا اختي، قولي بقات الضفران. انا عارفه غادي ينوضوا لي الهجوم على الضفران، ولكن اختي راه واخا هكاك مره كنبغي نفرح براسي. لقيت اللي خاصني ندير فيه هاد الضفيرات كنمشي نديرهم، حيد منهم لهفتي وداكشي وصافي، وكياخذوا واحد اليومين ثلاث ايام اصلا انا عشاقه من الليله دغيا كنحيدهم، فهمتوني البنات؟ تنقاد زيفي اصلا عندي واحد الكوموند من هنا لواحد يومين، غدا تلقاوني محيداهم ولا بعد غدا، انا راه عشاقه من الليله. المهم خديت ليا واحد طريف، هذاك الطريف اللي قطعته قدامكم كناكلو بالفورشيط، ما ناكلوش بالخبز. علاش؟ حيت وليت كنحيد الخبز، مابقاش كناكل الخبز بزاف، لي بات وداكشي وليت كنقص منو شويه، خصوصا هكا في الليل ولا هذا مابقاش كناكل. عرفتو جات بنينه وواعره، ما كرهتكمش يا اختي تكونوا معانا، واعره. بغيت البنات غير نفكركم البنات اللي كانوا كيتوحموا ما توحموش ليا على هذه، شحال قدي منها كنضحك معاكم والله الا كنضحك. المهم سميتو 10 البنات كيتوحموا، نلقاكم تخليو ليا ميساجات في الخاص في الانستغرام، راه غتلقاو الانستغرام ديالي في اول تعليق. صافي هادشي اللي كاين، كنشكركم على المتابعه ديالكم و ها العرس يدي ربي، ها العرس يدي ربي، لما هادو متعلقوش عليهم. انا راه فين وفين فين كندير هادشي، ما تعيروش ولا عيرو كاع، عيرو اش غدير عيرو عيرو.
والله حاجه واخا نقول لكم ما تعيروش غتعيروا، ولكن ماشي كلكم، كاين اللي تيشوفني تيقول هذيك البنت كتعجبني، كنشوف هذه من محزمه ومنظمه وداخله للكوزينه عمرني ما شفتها مهبليه في راسها ومقاده ومصوبه، من حقها تعيش ودير اللي غادي تلقاه كينفس عليها. كاينه اللي غتشوفني ولفت فيا الكوزينه وهي اصلا تقدر تكون ما كتحملنيش، وما اكثرهم حيت كتشوف شي تعاليق سبحان الله. عرفتوا البنات انا النصيحه اللي كناخذ بها ملي كنشوف واحد النصيحه زوينه في التعاليق اش كنقول؟ كنشوف الطريقه باش مكتوبه، والله الا كنحشم من راسي. وهاد الطريقه وهاد القضيه قلتها لكم شحال هادي، كنشوف الطريقه باش الواحد تينصحك بحال العسل على قلبك. كتقول هذا الانسان هذا مهما كتب لك بهذه الطريقه هذه هو اصلا في الحياه ديالو واحد الانسان اللي هادئ ولطيف وظريف، ولكن دوك اللي كيدخلوا يبقاو عليك بالسبان يا الفاعله يا التاركه غطي راسك. وراه في الدين ديالنا الاسلامي والله سبحانه وتعالى ما تيقولش لنا عيروا بعضياتكم، تيقول لنا كونوا دراوش مع بعضياتكم، صاحبوا مع بعضياتكم، ديروا الخير مع بعضياتكم. اما هذيك اللي غادي تجي تقول لي تستري ديري الحجاب يا الفاعله يا التاركه، نتستر ندير الحجاب يا الفاعله يا التاركه، ودابا انت سترتي فمك درتي الحجاب على فمك، هذاك الفم راه يدخلك لجهنم والله. كاينين شي وحدين الله يستر، ولكن الحمد لله الاغلبيه ديال المتابعين ديالي الله يعمر لهم الدار وبخير وعلى خير. حق الله العلي العظيم انا كنقول لكم غير بعد التعاليق اللي كنلقاهم مره مره طبيعة الحال تيقول لك شي كلمه تيجرحوك، لان انا تنقرا التعاليق تندير قلوب للناس كنقول سبحان الله شو بنادم من خلال تعليقه كتعرفي هو كيداير، هو بعدا كيفاش عايش مع الناس، كنقول سبحان الله بازلي هذا بازلي مع عائلته، بين واعر حتى مع عائلته، بين قبيح حتى مع عائلته. وهذاك اللي يكتب لك واحد التعليق اللي زوين فيه واحد النصيحه وكلها حب، ماشي هو يلوح لك في الهضره فيها وتيعير، كلها حب. والله الا انا كنحشم من راسي كنقول بصراحه والله تا عنده الحق، راه من الطريقه شوف هذا الجلوف ديال الكروفيت وحليه من الطريقه تيبان الواحد. وهذا الشيء اللي غنقول لكم بنادم ماشي بحال بحال الصراحه. دابا غنوض نضرب هاد الطبسيل ناكلو، وغادي نوض ان شاء الله نصاوب واحد الحليوه كيف ما وعدتكم، غنصاوب معكم الحليوات داكشي ديال العيد وشي حاجه اللي زوينه واقتصاديه وبنينه. وغادي تلقاو الفيديو اللي حطيت ليكم مؤخرا فيه واحد الحلوه وروتين زوين في اول تعليق بالنسبه للناس اللي باقي ما شافوش، يدخلوا يشوفوه دابا وما ينساونيش من واحد جيم الفيديو. الناس ما بقيتوش كديروا ليا جيم كتنساوها، ديما كنقول لي فكرينا وانا كنسى ما كنفكركمش وانتما كتنساوني. المهم نتمنى انكم ديروا هاد الاكله هذه، والله حتى واعره والله حتى واعره زوينه، غير هي ما تبغيش العائله تكون كبيره تا تخلي بنادم تا ينقص وديريها تبرعي فيها انت ووليداتك. وكيف ما قلت لكم ديروها في البوكس ديال الدراري الصغار، ديروا ليه معاها تفيحه ولا هذا، ديروا الكفته ولا كفته ديال الدجاج ولا كروفيت كما درت انا، راه شرحت لكم كروفيت انايا علاش درتو. وصافي هذا الشيء اللي كاين، غنتغدى وكنبغيكم بزاف بزاف. وما تنساوش ما تنساوش المحمات، خليوا ليا ميساج في الانستغرام وانا معاكم، وغادي يوصلكم دجاج محمر حتى لباب داركم، هذا وعد مني غنوصلكم دجاج محمر حتى لباب داركم. كنبغيكم بزاف بزاف، لهلا يخطكم عليا غنقطع باش ندوز يا اختي ناكل. شوفوا 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 يا اختي، شوفي شوفي اللذة من عطاها الله. شوفي بطاطا مع تكرملات من الجناب مبقاش بغات تقطع ليا، اقول لي قطعي عاد كولي تبقاي تهاوشي فينا يا اختي يا اختي. صافي يلاه سيروا سلام بنات.